تعرفوا شو هو سر نزول الوزن؟ في سر إذا منعرفه ومنصير نستخدمه بحياتنا اليومية ونتعامل معه بالطريقة الصح بصير نزول الوزن أسهل منه ما في. جسمنا فيه تقريباً 5 لتر دم، هاي معلقة صغيرة سكر، هاي نسبة السكر الطبيعية اللي لازم تكون جوا هدول 5 لتر. جسمنا بيشتغل ليل نهار عشان يحافظ على نسبة هاي السكر في الدم. ونحن شو بنكون عم نعمل؟ نحن طول النهار شغالين عم ناكل شوكولاتة وعم ناكل نشويات وعم نشرب عصائر، وجسمنا قاعد بيشتغل بيحاول يحافظ على هاي النسبة، فبيروح بيخزن الدهون على الأعضاء الداخلية وبيعمل تراكمات الدهون بجسمنا وبيزيد لنا وزننا. فنحن إذا حاولنا ننظم هاي معدلات السكر بالدم نحن رح نساعد الجسم إنه ما يخزن دهون ونتجنب الأمراض والمشاكل الصحية المختلفة. لما أعطيكم مشروب أنا الأعشاب عشان تحاولوا يساعدكم بتنزيل الوزن والحفاظ على السكر، هاي هي كانت الأهداف تبعته. هذا المشروب بيحافظ على هرموناتنا، بيعمل بالانس للهرمونات بجسمنا، بيساعد على تخفيض معدلات السكر خلال النهار لما نحن قاعدين عم ناكل، فبالتالي بيساعدنا على تنزيل الوزن. هو مش مشروب سحري رح يشتغل لحاله، ولكن عن هاي الطريقة بيزيد شوي نسب الحرق، بيعدل معدلات السكر، بيعطينا مضاد أكسدة عالي، بيقيم الالتهابات بالجسم، فصحياً بيساعدنا كتير حتى كمضاد سرطانات. فاشربوا هذا المشروب وكتير رح تستفيدوا منه. طبعاً أهم إشي ما نزيد تناول السكريات خلال النهار عشان نساعد جسمنا إنه ما ترتفع هاي المعدلات بالجسم. فالمشروب بيساعد، ولكن نحن كمان لازم نقلل كميات ونقلل السكريات ونزيد نشاطنا الرياضي خلال النهار. إذا اعتمدنا هاي الطريقة نحن منكون فهمنا كونسبت كتير مهم بنزول الوزن، وهذا رح يساعدنا طول حياتنا إذا التزمنا فيه، بيساعدنا إنه نحافظ على وزننا على المدى البعيد.